مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذه انطلاقة شوطنا الثامن المخصص لفئة القعدان اللقاية، وهذه الأشواط العامة، ونبدأ ونتعرف على المركز الأول. مشرف تعود ملكية مشرف لسعود بن زايد بن محمد بن طرج مسهلي مع المركز الأول ومع انطلاقة مشرف. نتابع وإياكم المركز الثاني، من يحتل المركز الثاني ويتواجد على المركز الثاني. القدوم والوصول هنا مشاهدينا الكرام من الرياض لحمد بن ناصر. من يصلنا هنا مشاهدينا الكرام، هذا هو الرياض، تعود ملكية الرياض لحمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري مع المركز الثاني، ويتواصل هنا على المركز الثالث. القدوم والوصول على المركز الثالث مدلل، تعود ملكية السيد محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، الدور والنقلة عند المركز الرابع. من يحتل المركز الرابع يصل ويتسلل على المركز الرابع. القدوم من موادع، تعود ملكية لعاطف بن صالح اليامي، وعلى المركز الخامس التواجد من المركز الخامس من قبل ولد شاهين لصالح بن مسعود بن علي المري. هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى مشرف. مشرف مع سعود بن زايد بن طرج مسهلي. نعم، يقدم عروض مشرفة مشاهدينا الكرام. هذا هو مشرف، مشرف بهذا الأداء الجميل وهذا الأداء المشرف. يا سلام يا سلام، أبوه مشرف وجده الحنيش، يا سلام، والله أعلم، هذا حسب معلومات الإخوان هنا في عربة النقل. يا سلام، الله. إذا مشاهدينا الكرام، مشاهدينا الأفاضل، هذا هو مشرف لسعود بن زايد بن محمد بن طرج مسهلي. هناك أيضا يتخوف من السيارات ويتخوف من الجمهور، يباعد المسافة ما شاء الله تبارك الله. نتابع المركز الثاني، من يصلنا هنا رياض لحمد بن ناصر بن دلموك المري مع المركز الثاني، وعلى المركز الثالث التواجد هنا مشاهدينا الأفاضل من المركز الثالث، يصل هنا على المركز الثالث مدلل محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، وعلى المركز الرابع يصل ويتسلل على المركز الرابع القوار، تعود ملكية المبارك بن جابر آل بخيته المري، وعلى المركز الخامس يصل ويتسلل هنا الشقب لعبد الهادي بن علي بن مشروم المري. هذه نتيجتنا، هذه نتيجتنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام. نعود إلى مشرف، 1200 متر على خط النهاية، ومشرف يشرف بهذا الأداء، يشرف بهذا العرض المميز. الله يا مشرف، الله يا مشرف. مشرف مشاهدينا الأفاضل هنا ينطلق مجددا ويفتتح الكيلو الأخير. سلام مشرف، سلام. نتابع المركز الثاني ونكمل ندائنا الأخير. المركز الثاني رياض حمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري، وعلى المركز الثالث يصل هنا شعار بن سلامة. على المركز الثالث من يصلنا مدلل محمد بن راشد بن سلامة الهاجري، ولكن نعود مشاهدين الكرام، نعود إلى بن طرجم وإلى السهل. يا سلام، هذا هو مشرف، هذا هو مشرف، وعرضه مشرف مشاهدين الكرام، عرضه مشرف للقاية وعصاه في البطان، ما شاء الله. سلام سلام مشرف، سلام. تحياتنا وشكرا لكافة الزملاء برئاسة سعد العتيبي لهذه التحية مشاهدينا الكرام، لهذه التحية المشرف سعود بن زايد بن طرج مسهلي. وسلام سلالة مشرف، سلام سلالة مشرف المملوك لسيدي أمير البلاد المفدى. الله، هذا هو مشرف، وعصاه لم تتحرك، عصاه في البطان ولم تتحرك، وعرض
عرض رائع وجميل. سلام بالترجم، سلام سلام مشرف، سلام هذا هو مشرف. يا سلام، ما شاء الله تبارك الله، يصل بأمان وسلام. تهانينا تهانينا، والتوقيت في خطر أيها الإخوة. تهانينا والناموس لمالك مشرف بدون أي أوامر بدون أي تعليمات. المركز الثاني يصل شعار بن دلموك مع الذرب محمد بن فرج بن ناصر بن دلموك المري. أما المركز الثالث، المركز الثالث رياض لحمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري. أما المركز الثالث، المركز الرابع يصل على المركز الرابع الوصول من ولد شاهين لصالح بن مسعود بن علي المري. أما المركز الخامس وصل على المركز الخامس مهند لجار الله بن محمد بن طالب بن علي المري. متابعوا إياكم التوقيت الزمني لمشرف بعد أن شرف بهذا الأداء، 6 دقائق 4 ثواني 72 جزءا من الثانية، وللمعلومة بدون أي تعليمات وبدون أي أوامر. وسلام مشرف، سلام تهانينا والناموس لمالك مشرف سعود بن زايد بن محمد بن طرجم السهلي على هذا الناموس. المركز الثاني يصل الدرب 6 دقائق 7 ثواني 13 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لمالك الذرب محمد بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المري. أما المركز الثالث فيصل على المركز الثالث رياض 6 دقائق 8 ثواني 33 جزءا من الثانية. الثانية موصولة لحمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري. تهانينا والناموس لجميع